انا في المتحف ديال فيصل بن قاسم آل ثاني، ربما غادي تشوفوا الحلقات المواليه كيفاش متحف خيالي، متحف خيالي. ولكن واحد النقطه لي اساسيه من بعد ما غاديش غادي تشوفوا من بعد، يعني الصور ديال السياره ديال الاسلحه، يعني متحف خيالي فيه 50 متحف تقريبا اللي بغاو يقسموه، مجمع متاحف ديروا شخص واحد. هنا غادي اوريكم واحد النقطه اساسيه، لانه ملي دخلت شفت واحد الصوره مع اللقاء ديال صدام حسين مسيو داير على القائد وكذا وكذا. هنا شنو تنكتشف؟ تنكتشف سيدي بانه هاد السيد هذا صاحب هذا المتحف هذا شنو خدا؟ شرا المشنقه باش تشنق صدام حسين قبل سنوات في عيد الاضحى لك تذكروا. وفي هذا المكان هذا فين كاينه مخلده؟ في هذا المكان هذا، في هذا المكان هذا مخلد هذيك المشنقه باش تعدم الرئيس السابق للعراق. وهي هنا تفتح غير قال كبار الشخصيات، نهار ما يولوا كبار الشخصيات نقدروا ندخلوا هنا نشوفوها، وتتفتح غالبا بحضور صاحب المكان، بحضور شخصيات ربما كبيره عربيا او دوليا. فللاسف كنت باغي نشوفها، ولكن باش هاد السيد هذا كيفاش انه اختار انه يدير هاد الفكره هذه، فين وصل به القدره على اقتناء المقتنيات حتى للدرجه هذه؟ المكان كله 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 واخا نعيا ما نوصف لكم شنو فيه. انا ما غاديش نساليه، انا حاليا وصلت 4 سوايع ونص وانا هنا ومازال ما ساليتوش ومازال ما كملتش هاد الشيء اللي فيه. الخيال فوق الخيال فوق الخيال. تحياتي لكم، ومن بعد غادي تشوفوا تقدر تشوفوا الفيديوهات اللي غادي ندير على هذا المتحف هذا. تحياتي لكم.